اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. بدأنا يوم البارحة بالكلام عن علامات قيام الساعة الصغرى، وذكرنا منها ثلاث علامات. أولها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها فقد أصحابه رضي الله عنهم، وثالثها قتال المسلمين للتتاري أو المغول. من العلامات الصغرى، ونعني بالصغرى كما بينا العلامات التي ظهرت وانقضت، خروج دجالين كذابين كل واحد منهم يدعي أنه نبي موحى إليه من الله تعالى. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يدعي أنه رسول الله. يخرج أناس دجالون كذابون قريبا من 30، قريبا أي يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا عن 30 إنسانا، كل واحد من هؤلاء يدعي أنه مرسل من عند الله عز وجل، فيكذب ويخبط ويلبس على الناس دينهم وشؤونهم. وقد خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة منهم، أشهرهم المعروف بمسيلمة الكذاب، هذا أشهرهم وأكثرهم ذيوعا واشتهارا بين الناس، وقصصه معروفة، وقد قدر الله تعالى له أن يقتل شر قتله ويفتضح أمره بين الناس، ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان من اليمامة، اليمامة منطقة قريبة من مكة بأرض نجد. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفد وفد بني حنيفة، بنو حنيفة قبيلة مسيلمة، فجاء هذا الرجل مستخفيا فيهم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفده عنهم أو وفده عنه، فقالوا هو فينا، فأجازه. كان من عادته أن يجيز الوفود، يعني يعطيهم هدايا يكرمهم، فأعطى أيضا هدية لهذا الرجل. هذا الرجل لم يكن شيئا قط، ما كان مدعيا لشيء في ذلك الوقت. فلما أجازه قال هذا الرجل في نفسه، وقد أضمر منذ أن سمع ببعثة رسول الله، أضمر في نفسه شيئا، قال: لولا أنه يعرف أن لي شأنا ما بعث إلي بجائزة. وبدأ من حينها يدعي شيئا فشيئا، ويكذب على الناس ويفتري، ثم استعلن أمره واستفحل، وكتب رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني أشركت في الأمر معك. شركة الحكاية. الله، والله يا أيها الإخوة، أمر الكذب حقيقة أمر صعب صعب صعب. لذلك من علامات ومزايا النبوة، ومن يكون على منهاج النبوة، من أولى العلامات والمزايا الصدق، الصدق مع الله ومع الناس ومع نفس الإنسان، يصدق مع نفسه. أشركت؟ من الذي أشركك؟ وهكذا. وبدأ بضلالاته وزيغه، ومرت الأيام، وقدر الله تعالى له بعد ذلك أن يقتل شر قتله. قتل في معركة تسمى بمعركة اليمامة، في المكان الذي كان يتحصن فيه بأرض اليمامة، وذلك في عصر خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن كانت المعركة التي قتل فيها هذا الكذاب المدعي كانت معركة هائلة جدا، قتل فيها ما يزيد عن 70 رجلا من خيرة الصحابة من القراء، يسمون القراء، قتلوا شهداء في هذه المعركة.
في هذه المعركة التي قتل فيها في النهاية مسيلمة. في زمن مسيلمة أيضا ادعت النبوة امرأة اسمها سجاح. هذه سجاح أيضا كان شأنها عجبا، ادعت النبوة فقال واحد من قومها: قد عاد كل قوم بأنبيائهم أو بنبيهم، وأصبحت نبيتنا امرأة. نحن عنا مرة كما صارت تدعي النبوة، ادعت النبوة وخرجت بقومها، وكان مسيلمة أيضا قد ظهر بأمره، فاختلفوا فيما بينهم وكادت تنشب حرب بين النبي المدعى الكذاب مسيلمة والنبية المدعية الكذابة سجاح. فأرسل إليها أن فلنجتمع خيرا من أن نقتتل أو خير من أن نقتتل، فقالت نعم. فاجتمعا، فلما جلسا في خيمة واحدة قال: ألا أدلك على خير من أن نقتتل؟ قالت: ما هو؟ قال: أن أتزوجك وتتنازلين لي عن النبوة ويكون ذلك الخير لك ولي. فقالت: رضيت. وتزوجها وتنازل. من قبائح الأمور، من يقرأ كلام العرب ويرى قصصهم يرى قبائح فعلها هذا الرجل المنكر الدعي الكاذب مع هذه المرأة المدعية التي يليق حالها بحاله. ثم خرج فقال: مهري لها أنني قد أسقطت عليكم صلاة العصر والفجر. أنت الرجل ليش مفروض عليك الصلوات الخمس؟ أسقط عن قومها ففرحوا، وأباح لهم أيضا والعياذ بالله الفروج الزنا، أعوذ بالله أعوذ بالله. من الذين ادعوا النبوة في ذلك العصر أيضا رجل يدعى طليحة الأسدي، طليحة بن خويلد الأسدي. ادعى هذا الرجل النبوة، وقبل ذلك كان قد أسلم ثم ارتد وادعى النبوة، ثم بعد ذلك شاء الله تعالى له أن يتوب فتاب، وتاب الله عليه وقبل أمره وعاد إلى شأن المسلمين وجماعة المسلمين ومات على خير وإسلام. من الذين ادعوا النبوة أيضا في العصور السالفات أناس كثيرون، ناس ممن يسمون بالقرامطة وأمثالهم، أعداد كبيرة بلغوا ما يشير إليه هذا الحديث 30 أو قريبا من 30 كما ذكر الحديث الشريف، وكل واحد منهم كان يكذب كذبا على قومه ويدعي دعوات، ولا يزال بعض هؤلاء إلى زماننا. بل الأعجب من ذلك في بعض البلاد التي تدعي الحضارة، في أمريكا من سنوات ادعى أكثر من رجل أنه نبي على زعمهم، في أمريكا التي يزعمون فيها أنها تكنولوجيا وحضارة وكذا وما إلى ذلك، في هذا العصر من سنوات قريبة ادعى رجل أنه نبي. في الهند من فترات أيضا من قريب من 100 سنة ادعى الطوائف وأفكار وآراء، أيضا ادعى رجل منهم أنه نبي وهكذا. فهذا الأمر أيضا من علامات الساعة التي ظهرت وانقضت، وقد كثر منها شيء واضح لا يغيب عن أذهان الناس. من العلامات أيضا فتح بيت المقدس، فيما أخرجه الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكرنا البارحة جزءا من هذا الحديث، قال: أعدد بين يدي الساعة 6 موتي، قال: ثم فتح بيت المقدس. وقد فتح بيت المقدس كما تعلمون مرتين، الأولى في زمان عمر رضي الله عنه، والثانية في زمان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله أيضا، ولعله إن شاء الله تعالى يفتح ونرى ذلك قريبا. الله تعالى ينصر المسلمين على اليهود ويحرر هذا المسجد، كل يوم يعتدون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس للمسلمين حول ولا طول. أمة المسلمين تزيد على 1,200,000,000 مسلم. مسلمين نحن 1,200,000,000 مسلم في العالم، لكن لا وزن لنا ولا حول ولا قوة ولا طول، لا يقيم لنا أحد بالا، سبحان الله. وهذا أيضا من علامات الساعة. تذكرون الحديث الشهير جدا، قال: تصبحون أو تكونون غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل وقت بنزل المطر والمنطقة منحدرة
تمشي المياه بشكل منحدر شديد وتحمل على وجهها نخاعات وأوراق وأوساخ والعياذ بالله. التشبيه بأن الأمة تكون كغثاء السيل، هذا الزبد الذي يطوف على وجه السيل ثم يرمى، يعني لا قيمة لها قط. هذا ما نراه بأم عيوننا. ما قيمة المسلمين في زماننا الآن؟ من أقصى الأرض إلى أقصاها مستضعفون، أمم الأرض كلها تستهزئ وتنتقص بهم. من علامات أيضا الساعة الصغرى كثرة المال وفيضانه، وهذا ظهر مرارا، ظهر في زمان عثمان رضي الله تعالى عن سيدنا عثمان الصحابي الجليل. في أثناء خلافته كثر المال وفاض، وصار يقسم على الصحابة وعلى من دخل في الإسلام ويعطيهم، واغتنوا جميعا تقريبا رضي الله عنهم. وظهر مرة أخرى في زمن الخليفة الصالح الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أيضا، كثر المال حتى أرسلت إليه بعض البلاد التي كانت تحت حكم المسلمين في ذلك الوقت، نعم أرسلوا إليه ما عاد أحد يقبل منا الزكاة. بعض البلاد ترسل إليه ما عاد أحد يأخذ زكاة، تعرض على الفقراء، ما أحد، ما في فقير في البلاد. فقال اشتروا بالمال أرقاء وأعتقوهم لوجه الله بمال الزكاة، اشتروا ناس عبيد وحرروهم، أبطقوا سراحهم لوجه الله تعالى من هذا المال. فهذا أيضا من العلامات التي ظهرت وانقضت، وتظهر فيما في بين الحين والحين أيضا في أزمنة متعددة. من العلامات التي ظهرت وانقضت الصغرى أيضا كثرة الزلازل وكثرة الفتن، وهذا أمر نراه ورأيناه وأرخه المؤرخون كثيرا. لم تمر سنوات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت الزلازل في بلاد المسلمين تكثر وتكثر وتكثر، ويحصل بها موت وهكذا وانهدام على رؤوس الناس، وهذا أمر حصل والحديث في الصحيح. أما كثرة الفتن فهي أكثر من أن تعد وتحصى، أيضا من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا أكثر من أن تعد وتحصى. في الحديث الصحيح أيضا من العلامات يتقارب الزمان، وهذا من أعجب الأحاديث وهو حديث في البخاري، إن من علامات الساعة أن يتقارب الزمان. وقد اختلف شراح الحديث في معنى يتقارب الزمان، شلون يتقارب الزمان؟ علامات الساعة يتقارب الزمان، ماذا يحصل؟ هل الساعات تقصر؟ واختلفوا وذكروا آراء كثيرة جدا جدا. أفضل ما قيل في شرح هذا الحديث وبيانه ومعناه أن الزمان على حاله ولكن البركة تنزع منه. الساعات ما تقصر 24 24، لكن ما الذي يقصر؟ البركة التي هي روح هذا الزمان. الوقت كيف يحصل الإنسان الشيء في الوقت؟ بالبركة فيه. مثال ذلك، نأتي باثنين كلاهما مثلا صاحبا صنعة، فنقول لهذا قم بهذا العمل وللثاني قم بهذا العمل، فينجزه رجل بربع المدة التي ينجزها الآخر وكلاهما صاحب صنعة، تنظر إيش القصة؟ إتقان عمل قد يكون، لا، بركة في الوقت هذا أصح وأقوى. ننظر إلى أسلافنا من العلماء والصالحين وغيرهم، يا أخي والله ينظر الإنسان يعجب. كل واحد من العلماء، أنا ترجمت لعدد كبير من العلماء تذكرون في دروس قديمة مضت، ترجمنا للأئمة الفقهاء وللمحدثين وللمفسرين، تذكرون ذلك، وأناس كثيرين من أهل العلم. ذكرت لكم بعضهم مثل ابن جرير الطبري، حسبوا عمره، عاش 88 سنة أو أكثر، حسبوا عمره وقسموا مؤلفاته على عمره منذ أن بلغ إلى أن توفي، فوجدوه ألف في كل يوم ما يزيد على 15 صحيفة، 15 ورقة كل يوم تأليف، كم؟ ما يزيد على 70 سنة بلا انقطاع. من يقدر على ذلك؟
إلا إنسان بارك الله له في وقته. في كثير علماء وكثير صالحين وكثير الحاجة ما حسنوا يساووا هذا الشيء. البركة في الوقت هذا شيء سحب من زماننا الآن. كلنا نشعر الآن، كلنا ظهر ورأيناه بأعيننا. كلنا نقول أمس جاء العيد، وأمس جاء رمضان، وأمس ما إيش جاء، وأمس كنت ابن 20 صرت ابن 30، كنت ابن 50 صرت ابن 70. الحادي مو سنة ولا سنتين ولا عشرة، تمر الأعمار بسرعة، يتقارب الزمان، تضيع البركة من الوقت. لا تشعر إلا مضى اليوم والجمعة والشهر والسنة ومضت الأوقات ولم تحس بها. هذا هو تقارب الزمان، وهو علامة عجيبة كما قلنا من علامات قيام الساعة الصغرى. هذه بعض العلامات التي ذكرت في مسألة قيام الساعة الصغرى. هناك علامات قسمها العلماء إلى ما سموه بعلامات الساعة الوسطى. قلت في بداية الدروس أن بعض أهل العلم قال علامات ساعة صغرى وكبرى، وبعضهم قال صغرى ظهرت وانقضت، ووسطى ظهر بعضها ولا يزال يظهر بعضها إلى أن تظهر العلامات الكبرى وهي العلامات الأخيرة. فنمشي على هذا التقرير من بعض أهل العلم، وهو تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الثاني اليوم هو علامات الساعة الوسطى التي ظهر بعضها ولا يزال يظهر بعضها. نذكرها بحسب ما ورد من أحاديث وننتقي منها لأنها كثيرة جدا. من هذه العلامات قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال مين هذا؟ في إنسان اسمه لكع بن لكع؟ قال لا، هذا كناية عن الإنسان الذي لا يعرف أصله ولا شأنه. ننظر الآن، تسمع أغنى أغنياء العالم من؟ تسمع اسم عجيب يهودي أو كذا، من هذا؟ لكع بن لكع أغنى أغنياء العالم، والثاني والثالث والرابع، وصاحب أعظم سيارة وصاحب أفخم بناء وصاحب وصاحب وصاحب. أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، أناس لا تعرف عنهم شيئا، لا يعرف عنهم الناس شيئا، لكنهم من أسعد الناس بالدنيا وأكثرهم مالا وعزا وجان وكذا وكذا وكذا. هذا من العلامات التي ظهرت ولا تزال تظهر في كل فترة وزمان ومكان. نرى أناسا قد متعوا بالدنيا ونالوا منها الحظ الأكبر، ولكن ليسوا معروفين ولا قيمة لهم. أخرج الإمام الترمذي أيضا من هذه العلامات قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وهذا أيضا أمر مشاهد، ليس في عصرنا بل من عصور خلت، من سنوات طويلة. أنا أقول يا أيها الإخوة، هذا الأمر حينما يحقق الإنسان النظر يجده تماما ظاهرا بلا أي يعني غباش عليه. الإنسان يحاسب نفسه على شؤون دينه، هل هو منضبط جيدا بشؤون دينه؟ وإذا كان منضبطا وقبض على دينه يعني استمسك به، فهل هذا من الأمور اليسيرة التي يعيش بها بسهولة بين الناس؟ أم كما وصف في الحديث القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ كم من الناس من إذا صلى سخر منه رفاقه وأصدقاؤه. عتصلي؟ أنت شاب عتصلي؟ هلا بس تكبر صير عمرك 60 بارو صلي، لا تروح الجامعة، الله ما وقت الجامعة. كم من الناس من إذا رأوا شابا مثلا أطلق لحيته اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جعلوه موضعا للسخرية والهزء. الآن لك لحية، لماذا لك لحية؟ صار عمرك 70 سنة. هل الذي يطلق لحيته هو ابن 70 من أجل ذلك يطلقها يعني لأنه سيموت يعني؟ هل هذا مكان السخرية؟ كم أيضا نسمع هذا من الناس؟ البنت إذا تحجبت والتزمت بلباسها الشرعي
أيضا صارت سخرية بين زميلاتها. قلت لكم كثيرا كم كنا نرى قبل سنوات خلت من تذهب إلى المدرسة من البنات تلبس فوق ثياب المدرسة مثلا دراسة الثوب الفضفاض العريض. الآن لا تزعلوا مني، كم من بناتنا جميعا من تلبس الثوب يعني المانطوي أو ثياب الفضفاض الجلباب الشرعي، وكم من بناتنا من تخرج بالبنطال الضيق، ومن منهن التي تقبض على دينها فلا يسخر منها، والتي لا تقبض على دينها تصبح هي الذكية والتي تفهم والمتنشطة وما إلى ذلك، ويسخر من تلك التي تلبس أو تحتجب أو كل شيء من أوامر الدين يصبح قبض عليه أو الالتزام به موضعا لتندر وسخرية كثير من الناس. إذا صدق الإنسان في بيعه وشرائه يقول له صديقه التاجر أنت بحياتك ما تربح، حياتك ما تزنجل، حياتك ما يصير عندك سيارة، تجارة بدها شطارة. ترجم لي الشطارة يا أخي الكريم يا ناصح الله يجزيك الخير، يعني حلوف أيمان كاذبة، وحياة الرحمن رسماله بمية هو رسماله بعشرين، هاي الشطارة. بعلمه لجاره الرجل، وإذا شافه صادق بنبه أن لا يكون صادقا، لأن القابض على دينه كالقابض على الجمر. يأتي أيضا جار صالح آخر إلى إنسان فيراه على حال مهموما مغموما، يا أخي لا تهتم، روح عن نفسك، اشرب الخمر، واحد بضيع شوي، ضيع عقله، ما بعود تفكر بهالهموم، ما بحمل أشياء كثيرة، يرتكب أم المنكرات وأم الفواحش كي ينسى همه مثلا أيا كان همه، هذا الذي تنصحه به؟ سبحان الله. لذلك هذا أيضا حديث يظهر وظهر أثره ولا يزال يتتابع يوما فيوما، القابض على دينه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هذا يا أيها الإخوة بالمقابل لابد أن نشير إلى حديث آخر فيه أثر وثواب من يلتزم بدينه في هذا الزمن الذي يصبح فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر. ليس الإنسان الذي يتمسك بالدين في عصر يكون فيه الدين موجودا لكل الناس والجميع يتمسكون فيه مثلا كعصر الصحابة رضي الله عنه أو من بعدهم كمثل عصرنا، يأتي على الناس زمان. الحديث إسناده ضعيف لكنه ليس موضوعا، لكنه ضعيف وموجود، أخرجه البيهقي رحمه الله. يأتي على الناس زمان من تمسك فيه بعشر ما أمر نجا. سبحان الله، بعشر ما أمر نجا. الحقيقة أقول أعود نسأل أنفسنا كثيرا، كثير منا مقصر في أوامر الله عز وجل، فلو أننا جميعا حاسبنا أنفسنا لوجدنا أنفسنا في هوة سحيقة، فلولا أن رحمة الله تعالى تعمنا لكنا في أمر مريج. قال من هذه الأحاديث أيضا من العلامات قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، هذا أيضا أمر مشاهد. الآن أي إنسان يريد بناء مسجد تراه يعتني بزخارفه وثرياته وجدرانه وسجاده والكتابات والنقوش التي على جدرانه، أما أن يكون المسجد خلوا من الخير، خلوا من النشاط العلمي، خلوا من عالم ينشط هذا المسجد فينشر فيه العلم الصحيح، خلوا من حلقات القرآن، خلوا فلا حرج، المهم أن يكون المسجد فاخر البناء. وكثير من المسلمين ينظر ما شاء الله إيش الجامع، طيب جامع فيه 100,000 نقش، ما الذي خرج هذا المسجد؟ من من العلماء تخرج من هذا المسجد، تعلم فيه وانتفع وصار داعية إلى الله من هذا المسجد؟ من هو؟ قال بيجوا بصلوا بطلعوا وبعدها تفرجوا على الحيطان. بالله أنحن نأتي للمسجد لتفرج على زخارفه وحيطانه وجدرانه؟ المساجد بنيت لهذا.
فلننظر ولنرجع بذاكرتنا إلى أشرف مسجد في الدنيا بعد المسجد الحرام، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان؟ من أعجب المساجد بساطة وزهدا في الدنيا، أرضه الحصباء، تراب، ما في سجاد. قال يعني ما في سجاد؟ لا، في سجاد بذلك العصر، في سجاد وفاخر اللي منقول له العجمي، موجود منذ ذلك العصر ومن أقدم من ذلك العصر. لكن الأمر زهادة في الدنيا، ليس الأمر بالنقوش والزخارف والمظاهر الكذاب البراقة التي ليس فيها روحها. هذا المسجد أرضه حصباء، جدرانه جذوع النخيل، أو يعني أعمدته جذوع النخيل، سقفه جريد النخيل، هذه أوراق النخيل يعني. هذا هو المسجد النبوي، ليس فيه زخرفة لا صغيرة ولا كبيرة على الإطلاق أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ليس فيه أي شيء. تدخل إليه فتجد أرضا منبسطة. هذا سبب في حديث مشهور جدا لعل كثيرا منكم يعرفه، الرجل الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال في المسجد. رجل من الأعراب دخل مرة بال في أرض المسجد، عجب ليش؟ هلا في زماننا في إنسان عاقل بدخل المسجد بول في المسجد، مبين في مفروش المسجد وله ترتيب وله، فبيعرف إنه هذا مسجد. لكن ذاك العربي دخل الأرض حصباء، الجدران بسيطة، ظنوا أي بناء كمثل هذه الأبنية البسيطة التي يعني سعرها بسعر غيره، فرفع ثوبه وبال في المسجد. هذا المسجد البسيط خرج فطاحل الدنيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هذا الحديث يشير إلى علامة من علامات الساعة رأيناها، وسبحان الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفلان يقول 300 مليون حط على المسجد، هذا من كم سنة الآن؟ لو أريد يمكن 100 مليار، ما بعرف شو، مبالغ خيالية. يا أخي الأمر تباهي، وحج فلان بنى فلان جامع جميل جدا ويكتب لوحة ضخمة عليه ليتباهى ويتفاخر، هل الأمر مظاهر يا أيها الأخ الكريم؟ حتى يتباهى الناس بالمساجد، ببنائها، بزخارفها، بكتابة اسمهم عليها، وكما قلت وروحها، روح المسجد وعلمه والخير الذي فيه قل وقل واضمحل. من هذه العلامات أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال قبل ما يطلع أو قبلا ما يطلع، فيقال إنه ابن ليلتين أو ثلاث، وما هو إلا ابن ليلة واحدة. أخرجه الطبراني. هذا أيضا حديث عجيب، أنا استشعرته بنفسي مرات كثيرة. أنظر والله الأمر اليوم مبين عليه، تقول 3 أيام 4 أيام منطلع لسه اليوم واحد، شلون زبطت هاي؟ أنظر والله عجب، في خطأ في هذا؟ لا، ولكنه من انتفاخ الأهلة. انتفاخ الأهلة كما تتمة الحديث، أن يرى فيقال هو ابن ليلتين أو ثلاث، وما هو إلا ابن ليلة واحدة. سبحان الله، يخيل للناس شيء والحقيقة شيء آخر. وهذا أمر كما قلت ظهر أيضا، أنا بنفسي رأيته مرارا، ولعل غيري أيضا رآه وظهر علي. من هذه العلامات قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، حديث عجيب أخرجه الإمام مسلم، أن يتمثل الشيطان في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم أو فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث بكذا وكذا. أعيد الحديث، إن من أشراط الساعة أن يتمثل الشيطان في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم، بجلس بين القوم بحكي لهم ويدرس عليهم، فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل سمعت رجلا من الحاضرين، يقول سمعت رجلا
أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه، يحدث بكذا وكذا. طيب يا أيها الأخ الذي تسمع هذا الكلام من رجل تعرف وجهه ولكن لا تعرف ما اسمه، كيف وثقت بهذا الإنسان حتى تنقل عنه؟ وهذا في زماننا كثير. والله سمعت أنه هيك المسألة هي حرام، لا هي المسألة حلال. من مين سمعت؟ والله واحد كان معدي بالشارع له لحية سألته. طيب هل هذا عالم؟ من هذا الرجل؟ ماذا تعرف عن دينه؟ لا أعرف شيئا. طيب كيف تسأله؟ كيف تأخذ بفتواه؟ كيف تنقل عنه؟ وهذا الحديث يشير الشيطان يتمثل بصورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بعلم وبيبين لهم وبيشرح لهم وهو إنسان، لكنه في الحقيقة شيطان، تمثل الشيطان بصورته، فلا يدري الناس من هو، ينقلون عن، والحديث الذي يحدثهم إياه وصفه قال من الكذب، حديث كذب. هذا أيضا ينطبق على موضوع الإشاعات، يحدثهم بالحديث من الكذب. كم نسمع اليوم حدث كذا، نسأل لك لا مو صح. طيب من نقل هذا الكلام؟ سمعته خيو. طيب ممن سمعت؟ ما أدري. طيب لماذا تنقل يا أخي؟ هذا فرضناه كما في الحديث شيطان في صورة إنسان، لكن أنت مسلم عاقل، كيف تنقل الحديث؟ حصل كذا، لم يحصل كذا، وهذا أمر يثير هما فوق هم على كثير من المسلمين ممن تراكمت على قلوبهم الهموم، يسمع بهذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا بها تظهر كذبا. لك يا أخي لماذا تهز في مشاعر الناس وتؤذيهم وتنقل كلاما ليس بصحيح؟ فهذا أيضا أحد العلامات الوسطى التي ظهر شيء منها ولا يزال يظهر شيء منها. للحديث بقية إن شاء الله. نفعنا الله بما تعلمنا والحمد لله رب العالمين. يا كريم الله.